من يجيبها بالشبكه. يلا يا اشرف، حاول ودري يقولوا القنيته كم مباشره تنتهي الواد الكره. يلا يا اشرف، اشرف حكيمي والهدف الثاني يا الدراري بكل اريحيه كما كتشوفوا هنا، هدف عالمي ديال اشرف حكيمي، نتمنوا يكون في الحقيقه كذلك. السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا الدراري غنتوقعوا نتيجه ديال المباراه ديال المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب جنوب افريقيا في دور 16 كاس افريقيا الكوت ديفوار، وكذلك غنشوفوا نتائج المباريات الاخرين اللي كاينين في دور 16 ديال كاس افريقيا، وغنشوفوا الخوت اللي غيتاهل دور الربع النهائي. كنتمنوا المنتخب الوطني المغربي يتاهل دور الربع النهائي، غنواجهوا اما المنتخب الراس الاخضر ولا المنتخب الموريتاني. فبلا ما نطول عليكم كثر، اللي مازال ما مشترك يشترك معنا وعطيونا لي لايك ديالكم باش تقترح هذا الفيديو هذا، وندخلوا مباشره كما كتشوفوا الدراري هنا معنا دور 16 ديال كاس افريقيا، نفسه نفس اللي كاين في الحقيقه كما كتشوفوا بالنسبه للمباراه ديال المنتخب الوطني المغربي غتكون مع جنوب افريقيا، وعندنا كذلك مباراه ديال موريتانيا غتكون مع الراس الاخضر كما كتشوفوا. مباراه الدراري هادو اللي غلب الخط مع المنتخبات هادو غيواجه المنتخب المغربي في حاله الى تاهل، كنتمنوا ذلك باش يتاهل المنتخب المغربي لدور الربع النهائي. وعندنا كذلك ناميبيا هنا انغولا، وكذلك مباراه ديال الكاميرون ومباراه نيجيريا، مباراه اللي قويه صراحه هذه المباراه هادي. بالنسبه للدراري الجانب الثاني كما كتشوفوا عندنا مالي غيواجه بوركينا فاسو، وكذلك مباراه قويه اللي غتجمع السنغال والكوت ديفوار اللي تاهل الدراري بنتيجه ديال المنتخب المغربي اللي تغلب على زامبيا بواحد الصفر، اهل معها الكوت ديفوار لدور 16. وعندنا كذلك الدراري منتخب مصري وكذلك الكونغو اللي كان في المجموعه ديال المنتخب المغربي. اما المباراه الاخيره غتكون مباراه ديال غينيا الاستوائيه اللي ضربات الكوت ديفوار ب 4-0 في دور المجموعات، وغادي تكون عندنا مباراه مع غينيا كما كتشوفوا في دور 16. فهادو الدراري كما كتشوفوا هادو هما المباريات اللي كاينين في دور 16 ديال كاس افريقيا الكوت ديفوار. نتمنوا التاهل ديال المنتخب المغربي لدور الربع النهائي، لما لا نصف النهائي والنهائي كذلك، نديوها لما لا الخط نديوها هاد الكاس هذا. فبلا ما نطول عليكم كثر، ما علينا الا ندخلوا المباراه ديالنا ضد جنوب افريقيا. كما كتشوفوا الدراري هنا مباراه ديال جنوب افريقيا ضد المنتخب الوطني المغربي كما قلنا في دور 16 ديال كاس افريقيا. اول حاجه الدراري غنتوقعوا الخطه اللي غيدخل بها وليد الركراكي ضد بافانا في دور 16 ديال كاس افريقيا. فبالنسبه لحراسه المرمى الدراري غيكون ياسين بونو بدون ادنى شك غيكون في حراسه المرمى، وعندنا قلوب الدفاع يكون نايف اكراد وكذلك رومان سايس، وعندنا كذلك الظاهر اللي هو اشرف حكيمي المكان ديالو في منتخب اساسي، وعندنا كذلك الدراري بالنسبه للجناح غيكون على ما اظن يحيى عطية الله، لان مزراوي الخوت كانوا كيقولوا الدراري اللي غيلعب مع جنوب افريقيا على ما اظن غيكون يحيى عطية الله هو اللي غيكون في المكان ديالو، يقدر يدخل في الشوط الثاني لما لا الدراري مع المنتخب المغربي. وعندنا كذلك هنا بالنسبه لوسط الميدان غيكون سفيان امرابط، وعندنا كذلك هنا سليم املاح. بالنسبه لامين حارثة الدراري غيكون في المكان ديالو عز الدين اوناحي اللي غندخلو مباشره باش يكون الثلاثي اللي تعادلنا اليوم الدراري في كاس العالم وكذلك في كاس افريقيا هذه اللي كاينه في الكوت ديفوار. ما راس الحربه غيكون الدراري هنا يوسف النصيري، وعندنا كذلك بوفال غيكون حدا الخوت هو وحكيم زياش. فهذه هي التشكيله اللي كنتوقع يدخل بها وليد الركراكي ضد جنوب افريقيا. بافانا نتمنوا نتاهلوا الدراري على حساب هذا المنتخب هذا للدور الربع النهائي. فدابا غنمشيو مباشره للخوت ونتوقعوا النتيجه ديالنا كيف العاده غنلعبوا المباراه هذه، ونتمنوا الدراري نديروا هذه الشهاده اللي غيديرها الخوت يدار كذلك في الواقع ضد جنوب افريقيا. فما علينا الا ندخلوا المباراه ديالنا مباشره. فكما كتشوفوا الخوت هنا جنوب افريقيا بالقميص اللون الاصفر، وكذلك المنتخب المغربي بقميص اللون الاحمر كما كتشوفوا. اذا المغرب جنوب افريقيا دور 16 ديال كاس افريقيا الكوت ديفوار، ما علينا الا نديروا ركله البدايه. اليوم الاول في اي بطوله يكون يوم غير عادي، طموحات الامال موجوده في الافتتاح تكون كبيره جدا، الكل يبحث عن الانطلاقه القويه، الكل يريد تحقيق اللقب، الكل يحلم، الكل يرسم سيناريو في مخيلته، الجماهير ترفع سقف التوقعات، اجواء جميله جدا، اي شخص يريد ان يكون من بين هؤلاء المشجعين يكون قريب في هذه المدرجات. فعلى بركة الله الخوت كما كتشوفوا كتنطلق هذه الكرة هذه لجنوب افريقيا كما كتشوفوا المباراة ديال دور 16 كأس افريقيا ما بين المنتخب المغربي وكذلك منتخب جنوب افريقيا. نحاولوا الدراري نجيبوا الفوز هنا وكذلك يكون في الحقيقة لما لا الدراري يكون تأهل ديال المنتخب المغربي. هنا سفيان امرابط كيخرج الحكيم زياش كيحاول يلعب كرة طويلة، يلا نصيري الانفراد نصيري الانفراد من البداية، سددوا الهدف الأول الخوت كما كتشوفوا. إذا من البداية الدراري تمكنا باش نجيبوا الهدف الأول على المنتخب جنوب افريقيا، نتمنوا هادشي هذا يكون في الواقع كذلك، ويماركي النصيري الدراري الاسبقيه تكون مرتاحه في بدايه ديال الشوط الاول كما كتشوفوا هنا. اذا 1-0 للمغرب على جنوب افريقيا هنا بتوقيع يوسف النصيري، اسيست اللي كان ديال حكيم زياش. هل يمكن ان هنا ضربه جزاء الخوت كما كتشوفوا للاسف كيتحصل عليها هنا المنتخب جنوب افريقيا اشرف حكيمي،
هو اللي كيرتكب هذا الخطا هذا الدراري كما كتشوفوا هنا مناوشه وكذلك مع الحكم هنا وكيعلن ضربه جزاء البفانا بفانا كما كتشوفوا اذا ركله الجزاء الخص اللي ارتكبها اشرف حكيمي في هذه اللقطه هذه مع اللاعب ديال جنوب افريقيا. نتمنوا ياسين بونو الدريج بهذه الكره هذه وتكون ضائعه الخص المنتخب جنوب افريقيا. الله يا ياسين بونو ودريكي جبد هذه الركله هذه كما كتشوفوا الخط وقعنا الدراري نفس القنت اللي ضرب فيه اللاعب ديال جنوب افريقيا لكن لا زال الضغط كما كتشوفوا هنا الدراري سليم املاح هو اللي كيقطع هذه الكره هذه يلا مرتده مره اخرى وتكون الدراري الهدف لما لا يلا بوفل مازال صار الكره هذه لكن الدفاع ديال المنتخب جنوب افريقيا كيقطع هذه الكره هذه وكتضيع علينا. هنا خطا الخط كما كتشوفوا المنتخب الوطني المغربي ضاغطين عليهم من البدايه والاسبقيه المغربيه وكذلك ضيعوا ركله الجزاء الدراري اللي كانت غتمنحهم التعادل. هنا خطا على يوسف النصيري غادي نحاولوا الخط نختاروا اشرف حكيمي هو اللي ينفذ الدراري هاد الكره هذه اذا نختاروا مباشره اشرف حكيمي نتمنى يجيبها في الشبكه. يلا يا اشرف حاولوا الدراري يريقلوا القنيت هكا مباشره تيروا هاد الكره يلا يا اشرف اشرف حكيمي والهدف الثاني يا الدراري بكل اريحيه كما كتشوفوا هنا هدف عالمي ديال اشرف حكيمي نتمنوا يكون في الحقيقه كذلك الدراري كيوضع في شباك ديال بافانا بافانا صبحت النتيجه 2-0 للمنتخب الوطني المغربي على المنتخب جنوب افريقيا دور 16 كاس افريقيا. اذا الدراري هذا هو الهدف ديال اشرف حكيمي كما كتشوف الخط هنا بالعرض البطيء الدراري تحطت هنا في الشباك مباشره هدف ولا اروع فكرنا الدراري الهدف هذا اللي ماركا على الكابون الخط في كاس افريقيا اللي داز الدراري في الكاميرون. يوسف النصيري ادريك يوضع الثالث كما كتشوفوا الدراري لانهيار المنتخب جنوب افريقيا كما كتشوفوا بهالثلاثيه هذه المغربيه الدراري كما كتشوف الاسيست اللي كان ديال اشرف حكيمي مباشره الراسيه الدراري اللي كانت ديال هنا يوسف النصيري اللي كيماركي ثلاثيه مغربيه هنا. اذا هذه الاعاده الدراري ديال الهدف كما كتشوفوا حكيم زياش اللي حضر كره لاشرف حكيمي مباشره الخط هذا الرفعه هذه ديال اشرف الرأسية كانت حاضرة ديال يوسف النصيري وثلاثية مغربية ونتمنوها تكون في الواقع كذلك. هدفين بشكل متتالي. تسديدة في اتجاه هنا املاح الخطة التسديدة هذه اللي مرت الدراري على الشباك كما كتشوفوا كتضيع للمنتخب الوطني المغربي مرة أخرى. هنا عندنا خطأ ديال جنوب أفريقيا نتمنوا هذه الكرة هذه تمر بالسلام على الشباك المنتخب المغربي لكن ياسين بونو كل مرصد الدراري هذه الكرة هذه الرأسية اللي كانت ديال جنوب أفريقيا هنا اللي كان خطأ مباشر. هنا كرة مغربية لا املاح املاح كيحاول يطلق كرة هنا كما كتشوفوا مرة أخرى عز الدين أناحي كيحاول يمر حاولوا نطلقوا كرة ولا أروع النصيري سدد لكن دفاع مرة أخرى ديال جنوب أفريقيا كيمنع النصيري باش يماركي هنا كما كتشوفوا سفيان أمرابط كيرتكب خطأ يلا مرتدة مرة أخرى قبل ما يسالي الشوط الأول بعد النتيجة هذه 3-0 مرة أخرى حكيم زياش لأمرابط أمرابط كيحاول يمر هنا نحاولوا نطلقوا باص طويل لكن ما كيوصلش على النصيري كما كتشوفوا كضيع على المنتخب المغربي وكيسالي الشوط الاول على هذه النتيجه هذه 3-0 اللي ماركا منهم النصيري جوج اهداف وكذلك اشرف حكيمي اللي ماركا خطا الدراري عالمي اللي تماركا به الهدف الثاني وكذلك الثالث اللي كان ديال النصيري. يلعب كره على اليسار لعبه جميله تسديد وفعلا الخط كما كتشوفوا كيتيري هذه الكره هذه من البعيد لكن كضيع على المنتخب المغربي هذه المحاوله هذه مره اخرى لازال تقدم الدراري هنا 3-0 كما كتشوفوا المنتخب المغربي يلا يحيى عطيت الله مره اخرى وناحي كيحاول يطلق باص هنا البوفل بوفل والمهره يا بوفل كيطلق باص مره اخرى عز الدين مره اخرى كتوصل لنا النصيري يلا النصيري سيري امرابط تيري من البعد يا امرابط لكن كتضيع الكره هذه مره اخرى على المنتخب المغربي وكتبقى النتيجه 3-0 هنا الخطا ديال المنتخب الوطني المغربي لكن قبل ما نلعبوا هذا الخطا هذا نحاولوا الدراري نديروا بعض التغييرات للمنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي معروف عليه الدراري في الدقائق هذو ما بين 60 و70 كيدير تبديلات بالنسبه للمنتخب المغربي فغنمشيو مباشره بالنسبه للخطه ديالنا حاولوا الدراري نديروا بعض ثلاثه التغييرات هما اللي عندنا الدراري الحق نديروا ثلاثه التغييرات. اذا اول لاعب اللي غيخرج كما كتشوفوا اللي هو سليم املاح الدراري وغندخلوا في المكان ديالو هنا كما كتشوفوا عندنا حارث وعندنا كذلك هنا امين عدلي استباري نحاولوا الدراري ندخلوا هنا استباري كما كتشوف غيدخل في المكان ديال هنا كما كتشوفوا سليم املاح وعندنا كذلك عز الدين اناحي نحاولوا الدراري نخرجوا ندخلوا في المكان ديالو غيكون امين حارث الدراري اللي غيلعب في المكان ديالو هنا في الوسط وعندنا امين عدلي الدراري نحاولوا ندخلوا في المكان هنا ديال سفيان بوفال. اذا ثلاثه التغييرات هذو اللي غنديروا الدراري بالنسبه للتغييرات ديالنا ضد جنوب افريقيا. اذا كما كتشوف الخط هذوما التغييرات ديالنا الدراري اللي درنا ثلاثه التغييرات هنا امين عدلي وامين حارث وكذلك السيباري. اذا هنا كره مغربيه خطا المنتخب الوطني المغربي يلا نشوفوا الدراري واش نجيبوا الهدف الرابع باش نقضيو على الامل ديال جنوب افريقيا الخط في التاهل ديالهم الربع نهائي. اذا هنا كره لاشرف حكيمي مره اخرى
سدد يا اشرف رباعيه الدري كيما كتشوفوا هنا. اذا اشرف حكيمي كيماركي جوج الاهداف في هذا الماتش هذا ضد جنوب افريقيا. الهدف الدري الثاني اللي كياتي الدري على الطريقه هذه وصبحت النتيجه 4-0 للمنتخب الوطني المغربي على جنوب افريقيا. الدري هنا المنتخب جنوب افريقيا ضاغطين على في هذه اللحظات هذه، لكن امين حارس كيغطي هذه الكره هذه وكترجع لاشرف. اشرف كيحاول يطلق كره هنا لامراوت مره اخرى الحكيم. يلا يا حكيم نحاول نطلقوا كره طويله هنا لكن ما كتوصلش هنا للنصير يا الدري وكترجع للدفاع ديال المنتخب جنوب افريقيا. مره اخرى نايف اكرد كيرتق على هذه الكره هذه. يلا امين حارس مره اخرى هنا كره لامين عدلي. امين عدلي كيحاول يطلق كره طويله هنا ما كتوصلش هذه الكره هذه النصيري وكتضيع علينا. مره اخرى لا زالت لجنوب افريقيا ما يجيبوش هدف تخليص الفريق. تبقى النتيجه 4-0 هكا. يلا يحيى عطيت الله كيحاول يطلع هذه الكره هذه مره اخرى السايس، لكن لا زال الضغط لجنوب افريقيا كما كتشوفوا هنا وكتمر بسلام على الشباك ديال ياسين بونو باش تبقى النتيجه 4-0 للمنتخب المغربي. فكما كتشوف الخط وصلنا للدقيقه الاخيره هنا عندنا الدراري ضربه مرمى المنتخب المغربي. نحاولوا الدراري نخليوا هذه النتيجه هكا ولما لا نزيدوا الخامس الدراري في الحقيقه. نتمنوا تكون هي 1-0 في الحقيقه وكذا نجيبوا التاهل ديالنا الدراري الربع النهائي. هنا امين حارس كيقطع الكره هذه مره اخرى. يحيى عطيه الله لكن باس بالغلط كترجع لجنوب افريقيا مره اخرى. واحد يقطع الكره هذه واحد يقطع يا السايس مره اخرى. لا زالت هنا كما كتشوفوا جنوب افريقيا. يلا السيبري حاول تغطي هذه الكره هذه. يحيى عطيه الله مره اخرى هنا اشرف. يلا يا اشرف نحاول نبعدوا هذه الكره هذه. يلا يا اشرف بعد هذه الكره هذه مناطق الدفاع مره اخرى. كيسالي الماتش الدري على هذه النتيجه هذه 4-0 للمنتخب الوطني المغربي. كنتمنوا الدري تكون هذه النتيجه هذه لما لا في الحقيقه كذلك وتغلب المنتخب المغربي على جنوب افريقيا باش نجيبوا التاهل ديالنا لدور الربع النهائي الدراري ولما لا النصف وكذلك الفينال الدري وندوا هذه الكوبا هذه. كما كتشوف الدري بالنسبه للاستحواذ 52 للمنتخب المغربي والنتيجه 4 هنا 48 للاستحواذ ديال جنوب افريقيا. كما كتشوفوا تيروا علينا الدراري 5-3 اللي كانوا في الكادر، حنا تيرينا 8-5 اللي كانوا في الكادر و4 اللي تماركوا منهم. صبحت النتيجه 4-0. كما كتشوفوا الخوت هنا معنا الدراري النتائج ديال الجوله الدراري هنا لدور 16 ديال كاس افريقيا. اذا المنتخب مالي مع بوركينا فاسو، مالي كتغلب بوركينا فاسو ب 1-0، السنغال 3-1 على الكوت ديفوار، وهنا كذلك منتخب مصر 2-0 على الكونغو، هنا كذلك غينيا 1-0 على غينيا الاستوائيه، نيجيريا 1-0 على الكاميرون، ناميبيا 2-0 على انغولا، هنا موريتانيا 1-0 على الراس الاخضر، المنتخب المغربي 4-0 على جنوب افريقيا. اذا هذو من النتائج كما كتشوفوا الدراري. هنا نديروا التالي مباشره بالنسبه لهذا التوقع اللي درنا الدراري. المباراه ديال الربع النهائي غيكون على الشكل التالي. هنا مالي غتواجه السنغال وكذلك مصر غتواجه المنتخب غينيا، وعنا كذلك نيجيريا غيواجه المنتخب ناميبيا، وكذلك موريتانيا غيواجه المنتخب المغربي. هذو هما الدراري النتائج اللي توقعناهم الخوت بطبيعه الحال لعبناهم حنا. كما كتشوف هذا هو الربع النهائي اللي غيتشكل على هذا الشكل هذا. فغنتظروا الدراري النتائج من غيلعبوا المباريات ونشوفوا واش جبناهم صحاحين ولا خطينا الدراري في بعض المباريات. فكانوا هذو هما التوقعات ديالنا الدراري ديال الربع النهائي. نتمنوا المنتخب المغربي يمشي بعض المشوار هذا ولما لا يغلبوا ب 4-0. حنا كنتمنوا يكون غير 1-0 ويكون التاهل ديالنا لدور الربع النهائي. فتسال هنا كنشكركم على المشاهده ديالكم. ان شاء الله الى تاهلت المنتخب المغربي نعاودوا نديروا الدراري التوقعات ديال الربع النهائي. فكنشكركم على المشاهده ديالكم. الى بغيتوا شي سلسله الدراري في هذه القناه هذه خليوها لي في التعليق وان شاء الله غنديروها في هذه القناه. فتحياتي لكم الله.